طيب اساطير الصالات بعد التتويج، الدكتور سامح حمدي رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره، نشوف انطباعاته بعد انتهاء الموسم بهذا التتويج. الحقيقه هو موسم استثنائي فعلا، واحنا يعني تعبنا فيه جدا بصراحه، اللجنه تعبت فيه جدا عشان نقدر نكمل كل البطولات ونفس المستويات. وعايز اقول لك حاجه، دي يعني من الدوريات او البطولات اللي تتحسب بطولات قويه جدا، لان لغايه اخر لحظه مش معروف مين اول، مش عارف مين تاني، حتى الثالث والرابع، حتى يعني كان في منافسه شديده جدا جدا بين كل الفرق على مستوى كل المستويات، الرجال والسيدات و18 سنه، يعني مش عايز اقول لك الحمد لله موسم استثنائي، لكن الحمد لله قدرنا نقود وننجح فيه، وان شاء الله باذن الله يعني نقدر نطور الكره الطايره على قد استطاعتنا. نهائي النساء او البنات النهارده مباراه قويه جدا، الصيد اعمارهم سنيه صغيره ولكن تعبوا النادي الاهلي، مباراه تليق باسم نهائي كاس مصر. بالظبط كده يا فندم، لغايه اخر لحظه انت مش عارف مين هيكسب. وبعدين انا عايز اقول حاجه، ان المستويات متقاربه ومباراه احنا استمتعنا بيها، يعني الفرقتين اقوياء ما شاء الله وعندهم كل القوه يعني، فبالتالي احنا يعني استمتعنا بنهائي قوي جدا. انا فندم بنقول لحضرتك يعني الله ينور على الشغل حضرتك بتعمله، مدرسه الاهلي واحده في اي مكان، اي مناصب يمسكوها لازم ينجحوا في اي مكان ما شاء الله. مدرسه الاهلي ما شاء الله ليها ايادي بيضاء على الرياضه في مصر. لا بس احنا لجنه، كل اللجنه قامت من اللي عليها والدور، يعني الحمد لله. انا خريج مدرسه الاهلي يعني. ماشي. شكرا. اليوم مبروك على التنظيم، اليوم مبروك على البطولات الرائعه، وباذن الله يكون طموحكم الفتره الجايه احسن من السنه دي كمان. ان شاء الله عندنا بطولات عالم، وعندنا تصفيه بيتش فولي بول طوكيو، وعندنا بطولتين عالم، وعندنا بطولات افريقيا برضو مؤهله كاس عالم، فان شاء الله باذن الله هنبدا الاعداد ليها فورا، مفيش راحه الموسم ده ومفيش راحه طول الموسم لغايه لما نخلصه شهر ديسمبر ان شاء الله. التوفيق. شكرا. شكرا.